أيها الحضور الكريم، باسم مركز عمان للموسيقى التقليدية أرحب بكم مجدداً في هذه الأمسية العمانية الجميلة، والتي سوف تزدان بألحان من الموسيقى العمانية التقليدية وأيضاً ألحان من الجزيرة العربية. إذن نبدأ أولى فقراتنا مع النانا ود برارت، والنانا من أداء الشاعر سعيد الحكماني، ويقوم أيضاً بأدائه الشاعر سعيد الحكماني وخالد الكثيري. أما بالنسبة للدبرارد فهي للشاعر محاد الفهد وأداء الفنان خالد قطن. إذن نبقى مع النانا ومع الدبرارد، ووقتاً ممتعاً أتمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله. قد تكون احيانا القصيده غير مفهومه للاخرين، فهي بلغه اخرى مش لغه عربيه. فيما تقصد القصيده انه ارادك تنتبه، والله تقعد بقصر. الانسان دائما يكون حذر على نفسه، انه بعد العمر مصيره اليوم الانسان الى الفناء، فيغتنم حياته ويغتنم فرصه عمره، مثل ما يقول اغتنم شبابك قبل هرمك وهكذا. فالحياة فرصة فيما تقصد القصيدة. I'm a little bit.
أغنية يا ناس يا أهل الهوى للشاعر عبد الله بن صخر العامري، ألحان الراحل سالم بن علي سعيد، وأداء الفنان مسلم كيهود. والآن نبقى مع أغنية سيد السادة للشاعر عوض القعيطي، وألحان أيضا عوض القعيطي، وإعادة صياغة الفنان سالم بن علي سعيد، وأداء الفنانة نورة النضيرية. Thank you.
نبقى الآن مع أغنية يا طرف مبات للشاعر سالم المعشني وألحان الأستاذ مسلم بن أحمد الكثيري وأداء الفنانة ليلى بنت نصيب. كله انت انت انت
والآن نبقى مع أغنية يا زارعين العنب من كلمات وألحان الفنان حسين المحضار وأداء الفنان يوسف المخيني. لك من التفرقة والبين لك أيام مسونة يا زارعين العنب لما تبيعونا لما يا سهير العين ما توهت بيد في تزعالي لأنك من التفرقة والبين لك أيام مسونة والعنب ما بات بعونا صبر على الصبر ساعة عسى بعد الصبر نشرب من الحالي والصبر عند العرب طاعة وعقب الصبر مضمونة يا زارعين العنب ما تبيعونا صبر صبر على الصبر ساعة عسى بعد الصبر تشرب من الحالي والصبر عند العرب طاعة وعقب الصبر مضمونة والعنب ما بعد يبيعون بلاني بهم ربي ولا هم على قلبي وهوالي ما زال في يدهم قلبي يميتونا ويحيونا يا زارعين العنب ما تبيعونا يا سيدي بلاني بهم ربي ولا هم على قلبي وهوالي ما زال في يدهم قلبي يميتونا يحيونا والعنب ما بات يبيعونا وكم نسأل البحر كم نسأل البحر إذا ناس نسألي جنوبي وشمالي عسى عسى شي خبر يسري يطمن نفس محنونة يا زارعين العنب ما تبيعونا وكم نسأل البحر إذا ناس نسألي جنوبي وشمالي عسى عسى شي خبر يسري يطمن نفس محنونة يا زارعين العنب ما بات يبيعونا يا سيدي ويا زارعين العنب ما بات يبيعونا الله الله ويا زارعين العنب ما بات يبيعونا الله ويا زارعين العنب وما
نبقى الآن مع أغنية من التراث اليمني بعنوان لا تشلوني ولا تطرحوني وأداء الفنانة جميلة الصورية. يا بصر عيني وعيني عيوني يا بصر عيني
يعطيكم العافية. نبقى الآن مع أغنية شلنا يا أبو جناحين للشاعر حسين المحضار وألحان الفنان أبو بكر سالم وأداء الفنانة نور النظيرية. Ashki hali,
شكرا يا ثمل الجفوني بغير سكرا أما تدري بطرفك ما جناه أما تدري بطرفك ما جناه أما تدري أما تدري أما تدري أما تدري بطرفك بطرفك لما وهل تغني الوداعة منك لما بها دماه كهرباه تدفق في دماه كهرباء وسحرا نزلت من السماء سنا وسحرا لتغزو ابن آدم في ثراه لتغزو ابن آدم في تراه أما تدري بطرفك ما جناه أما تدري أما تدري بطرفك ما وما شفاه ما ضاع عنه الطبيب وما شفاه أما تدري أما تدري بطرفك ما جناه أما تدري أما تدري Thank you.
قلت لأمك كيف ترضى بأن يبنى احتراقا في هواه، بأن يبنى احتراقا في هواه. أما تدري بضربك ما جناه، أما تدري الآن نبقى مع صوت ملك الفؤاد من التراث الخليجي وأيضاً من أداء الفنان جمعة بن فايل. يا معشر العشاق بالله خبروا، يا معشر العشاق كن بالفتى كيف يصنع، يداري هواه ثم يكتم سره ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم يكتم سره ويخشع في كل الأمور ويخضع. وكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع. إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له الشيان سوى الموت ينفع. إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيان سوى الموت ينفع. سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغ سلامي إلى من كان بالوصل يمنع. يمنع هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرعون. الفؤاد مع الخواطر، ملك الفؤاد مع الخواطر، ظبي تجنى
I'm
نبقى الآن مع أغنية ليلى ومجنون من كلمات الشاعر علي الصومالي وأيضا ألحان الفنان سالم بن علي سعيد وأداء الفنان يوسف المخيني. مثل ليلى ومجنون، مثل ليلى ومجنون، مثل ليلى ومجنون. وضح الحب يا زين، ليش تخفي بسرك؟ انخفت وحبيبي بان في وسط العيون. وضح الحب يا زين، ليش تخفي بسرك؟ انخفت وحبيبي بان في وسط العيون. الله مثل ليلى، مثل ليلى، مثل ليلى ومجنون. نبقى الآن مع أغنية يا أبو العيون الكحيلة للشاعر عبد الله بن صخر العامري وألحان سالم بن علي سعيد وغناء الفنانة ليلى بنت نصيب.
وصفه ما له مثيل ما لي عنه بديل هو كل الاصيل يا ابو العيون الكحيله وصفه مثيل مالي عنا بدين انت كل الاصيل يا بالعيون الكحينة
نبقى الآن مع أغنية حنحون بطروفة للشاعرة فتحية بنت غريب العلوية ولحن من التراث وأداء الفنانة جميلة الصورية. وقت العصر ماشي والناس شبه فوق
فهمت. وأخيرا مع صوت برعة بعنوان صابر على قسمة الرحمن، كلمات وألحان عمر جبران وأداء الفنان مسلم كيهود. يا داني دين داني يا دانا، 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 صبر على قسمة الرحمن هذا نصيبي ورويبه. يا عظيم شان يا خالق
ختاما أود أن أشكر الجميع على الحضور، وأيضا أشكر فرقة بيت الموسيقى. أشكركم مجددا على الحضور، وليلة سعيدة، إلى اللقاء.